محليا ولا دوليا ولا إقليميا، بل تابعت الاجتماع اللجنة العامة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ولكني أقول إن عبد الكريم الإرياني حذر أعضاء اللجنة العامة أنه إذا لم يتم تسليم السلطة فورا في اليمن فإنه سيترك ويسافر الخارج، وحذرهم أن القضية ستلقى إلى مجلس الأمن وأن مجلس الأمن سيتخذ قرار بنقر السلطة في اليمن. أما عبد رب منصور فقد نقل عائلته إلى عبر سرا وهدد به استقالة، لأن هؤلاء في واد والأولاد المراهقين في واد آخر، لأنهم شعروا أن العالم قد أجمع على عدم عودة علي صالح إلى اليمن ونقل السلطة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. أقول أيها الأحرار لأن سلطة الله في هذا النظام ماضية، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الأمر الرابع لأننا صبرنا 7 أشهر على كيد هذا النظام وقتله لنا واعتقاله لشبابنا واغتشاشه لمرتباتنا وتجويعه لشعبنا، فآخر تقرير لمنظمات حقوقية على أنه نظام علي صالح من فبراير إلى آخر أغسطس أحدث 250,000 حالة انتهاك، 600 شهيد من شهداء الثورة، 7,000 جريح بعضهم إعاقة مستدامة، 7,500 معتقل في معتقلاتهم. صبرنا لأننا حافظنا على سلمية ثوريتنا مستشعرين قول نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكبر. نصر من الله لأننا شعب وعائلة صالح أفراد، والشعب هو الغالب والشعوب كالطوفان، من يعثر بها يغرق فيها، وسيغرق شعبنا هذه العائلة قريبا بإذن الله. نصر من الله بإيماننا بوعد الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، أيها الأحرار أيتها الفرائض، 3 رسائل أوجهها على وجه السرعة. الرسالة الأولى إلى عائلة صالح وبقايا نظامه وأركانه. إن شعبنا أيتها العائلة المطلوبة، إن شعبنا يعي جيدا من أول يوم أطلق فيه شرارة الثورة، يعي تبعات خروجه، وقرروا استئصالة من بين ثنايا جسده كما يستأصل السرطان. وأن ينجعكم كما ينجع البحر الميتة، ليتعافى شعبنا إلى الأبد بإذن الله بعد عناء 33 عاما من حكم دمجائر. ونحن أيتها العائلة ندفع الثمن من أول يوم خرجنا، ونقول لكم في هذا اليوم أننا لم نعد نخاف أسلحتكم وصواريخكم ودباباتكم، فأنتم اليوم أوهى من بيت العنكبوت، ولا مقر لكم من المحاكمة، ولن تفلتوا من العدالة طالما وأنتم ماضون في غيكم، ولم تفيقوا من سكرة اغتصابكم لسلطة على الشعب. الرسالة الثانية إلى شرفاء وأحرار المنظمة وضباط الحرس الجمهوري والأمن المركزي وأفراده،
وإلى الساكنين من بقايا مختلف شرائح المجتمع، أقول لكم إن النظام قد أضاع الشعب اليمني، إن علي صالح وعائلته قد أضاع الشعب اليمني ونهب ثروته وأضاع ثورة سبتمبر وأكتوبر، وأفرغ الوحدة من مستواها الوطني والجمهورية من حقيقتها وقيمها ومقاصدها. فالأحرى والأكثر بكم ألا تستمروا في الصمت وانضموا إلى ثورة الشعب ونالوا الشرف بالتصعيد والحشد، فالفرصة باقية ولكن الزمن محدود. وإذا لم ترق لكم ساحات التغيير ومن فيها فثوروا بطريقتكم، ولا يجوز بعد اليوم التأخير ولا عذر لأحد. وقد نطق الحجر وتحركت الجرادات من المحيط إلى الحرير. إن التاريخ لا يرحم يا إخوة الأعزاء. الرسالة الثالثة إلى المجلس الوطني، إلى قيادة الثورة، ها هي الدول الأوروبية الفاعلة في اليمن قد طلبت اللقاء بكم رسميا، وهذا اعتراف للمرة الأولى في المجلس الوطني لقيادة الثورة، ورسالة للتعامل معكم في المستقبل. فإننا نقول لكم من هنا ومن هذه الجمعة، أغلقوا وأوقفوا الخيار السياسي والمفاوضات السياسية. فلقد حققتم في هذا الخيار السياسي ما تصبون إليه من نقل الثورة وأهدافها إلى كل المحافل الدولية، وبذلتم الجهد في الحصول على الإجماع الدولي والإقليمي لرحيل هذا النظام. يكفي إلى الآن ويكفي إلى هذا الحد، وانطلقوا وابذلوا جهدكم وتوسعوا الساحات للخيار الثاني.